ثم تلا ذلك العمل على مواجهة المشاكل العربية والمشاكل الإقليمية. فكانت الجامعة العربية هي التي دعت إلى أول مؤتمر يتعامل مع المشكلة في العراق بعد الغزو الأمريكي سنة 2003. فدعي دعيت كل الأطراف العراقية لاجتماع في الجامعة العربية. وأنا سنة كم؟ عام 2005 أنا ذهبت كالأمين بصفة الأمين العام ودعوت كل الأطراف العراقية إلى هنا بما فيها الأطراف الكردية ودون أي تفرقة، لأنه ده هو موقف الجامعة العربية. أوكي. أنه العراق دولة عربية بكل مواطنيها وليس لصالح هذه الطائفة بكل أو الأثنيات. هذه المجموعة. والحقيقة أنهم جميعا تحمسوا لهذا في العراق وحضروا هنا في سنة نوفمبر 2005 بوجود كل الدول العربية والعراق وزعماء وجميع بما فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وغيرهم. وتناقشنا في هذا الموضوع وقلنا أن العراق بلد عربي، نحن ملتزمون بدعمه والعراق ملتزم بميثاق الجامعة، ومن هنا انطلقنا ضد كل المحاولات التي كانت تريد أن تبعد العراق عن صفته العربية. ومن في هذا الاجتماع تناقشنا في موضوع الدستور العراقي الذي كان في ذلك الوقت رهن الكتابة والنقاش، واتفقنا على أنه لابد أن يشير أن ينص الدستور العراقي على عروبة العراق، لأن المشروع اللي كان معروض كان أن الشعب العربي في العراق جزء من الأمة العربية، يعني غير العرب في العراق ليسوا أجزاء. كان الكلام اللي أنا أصريت عليه أن العراق ككل دولة عربية لا تفرقة بين سكانها ومواطنيها، ولا يصح مثل هذه التفرقة. اتفقنا في هذا المؤتمر نوفمبر 2005، وكان نوري الملكي رئيس الوزراء بعد كده كان موجود بس تحت اسم جواد الملكي، ما كانش لسه دخل في، وكان صعب جدا واصطدم بالأمير سعود الله يرحمه صدام جامد في هذا المؤتمر لتشدده في 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 وجهات نظر هو يعني مؤمن بيها وغير قادر على الخروج عنها. بعد كده في أواخر 2005 وأوائل 2006 بدأت ملامح الدستور العراقي تتضح، الجديد تتضح، وفيها أيضا نفس هذا التعبير اللي احنا اتفقنا على أنه ضرورة تجنبه، ما يقولش الشعب العراقي في الشعب العربي في العراق هو الجزء من الأمة العربية. وتدخلت باعتباري الأمين العام واحتجيت مباشرة إزائهم، ثم في البي بي سي علنا قلت هذه وصفة ستؤدي إلى الكثير من الفوضى والاضطراب وغير مقبول، هذا التعبير غير مقبول. ونفس هذا اليوم تحدثت مع وتحدث معي عدد بصفة الأمين العام لجامعة الدول العربية، اللي هي مسألة يعني بتوضح مسؤولية الجامعة ودورها في هذا، أنه طيب ماذا تقترح؟ فقلت كما اتفقنا من قبل، إنما أنا حديكوا صياغة تسهل عليكم الأمور وتسهل علينا نحن الأمور، أن العراق دولة مؤسسة للجامعة العربية ملتزمة بميثاقها وقراراتها ده هو كان وبناء عليه تحدث معي عدد من زعماء العراق، منهم مثلا الدكتور برهم صالح وهو نائب رئيس الوزراء في ذلك الوقت كردي لكن نائب رئيس وزراء العراق. ثم تحدث معي السفير الأمريكي وأنا كنت أعرفه من وقت يعني من وقت الأمم المتحدة زلمان خليل زادة، وقال لي أنت قلت النهاردة في البي بي سي كذا كذا وإحنا مستعدين نسمع أنت عايز إيه. قلت له أنا الكلام بلغته لبرهم صالح وبلغته لآخرين في الحكومة العراقية وأنا مصر عليه، وإذا حصل أنه لم يقبل أنا سأدعو إلى اجتماع استثنائي للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية. فقال لي طيب استنى بس على الساعة 4 بعد الظهر
كلمني برهم صالح وقال لي اجتمعت القيادة بكاملها وأقروا الصياغة اللي أنت اقترحتها، وأنا هو يعني عملت جهدي علشان نصل إلى هذا. وما تنساش أنه اللي ساعدك في هذا، في إدخال هذا النص واعتماد هذا النص، كرتي. قلت له يا سيدي احنا متشكر جدا، هو راجل كويس جدا وراجل فاهم الأبعاد المختلفة للعراق وللعالم العربي. وأنا بقول لك عشان تعرف دور الجامعة العربية كان إيه في موضوع فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، في موضوع العراق، في دور في إيجابي مهم جدا بلا شك.